وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات. مساء الخير سعادة الوزير. مساء الخير يا هلا. بداية، يعني كما ذكر يعني في التقرير، بلغت نسب الإنجاز في المشروع ما يقارب 60%، يعني لو تطلعنا سعادتكم على أهم ما تحقق في المشروع حتى الآن ومدى تماشيه مع الخطة الزمنية المرسومة للانتهاء من خلال عام 2019. الحمد لله، منذ ترشين مشروع تحديث مطار الضاحية الدولي في فبراير 2016 من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وبعد الأعمال الفعلية الإنشائية في أبريل 2016، يعني تقريبا بعد سنتين من ذاك الوقت، الحمد لله الأعمال الإنشائية قاعدة تسير حسب المخطط لها. اليوم اللي يعني يمر بالقرب من موقع المطار أو موقع العمل يشوف الهيكل المبنى تقريبا واضح للعيان، ويمكن قريبا يشوفون حتى أن المبنى بيتغطى من الواجهات بالزجاج، فبيبين شكل المطار مثل ما يقولون. نعم. الحمد لله في كل المرافق الأخرى أيضا مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات، مجمع المرافق المركزي اللي يضم جميع الأنظمة الميكانيكية والكهربية تقريبا جهزت. فالحمد لله العمل مستمر وحسب الخطة، وإن شاء الله يعني في نهاية الربع الثالث من 2019 يكون جاهز لتشغيل إن شاء الله أعمال المطار. طبعا بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية، هناك الكثير أيضا يتم غير ما له علاقة بالإنشاء وهي الأعمال التجارية. طبعا هناك كثير من المحلات، سواء كانت أسواق حرة، سواء كانت مطاعم، سواء كانت بنوك، صيدليات، كثير من المكاتب للشركات التابعة للمطار، هذه كلها اليوم الحمد لله بدأنا بمناقصات ونستلم العطاءات ونقيم ونختار الأفضل، بحيث أنه يكون المطار متكامل من كافة النواحي وليس فقط الإنشاء، ولكن أيضا الشركات العاملة أيضا جاهزة. هناك الكثير اللي تقوم فيها الشركات من ناحية تصاميم داخلية اللي تكون جاهزة قبل البدء بفتح المطار. فحسب الخطة الحمد لله ماشيين، وإن شاء الله يعني نتوفق أن ننتهي من المطار اللي يرفع مثل ما يقول شرف البحرين، يكون 4 أضعاف المطار الحالي، يتسع لطاقة استيعابية تقريبا 14 مليون مسافر. نعم. ويكون الواجهة والبوابة الأولى للبحرين، وتشرفنا كلنا إن شاء الله. نعم سعادة الوزير، خلال الزيارة التفقدية التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد مؤخرا في أكتوبر الماضي، أصدر سموه حفظه الله قرار بإنشاء وتشكيل لجنة الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين. يعني ما هي الإجراءات التنفيذية التي قامت بها اللجنة حتى الآن؟ طبعا الحمد لله المشروع يعني يحظى بمتابعة مستمرة من سيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد. طبعا زيارة سمو ولي العهد الأخيرة كان لها صدى جدا مهم للمشروع، تأكد وحث المقاول وجميع المقاولين الفرعيين على الانتهاء من المشروع حسب الخطة وحسب الميزانية. التقى بالشباب والشابات البحرينيين العاملين في المشروع، وأيضا أمر بتشكيل فريق عمل من كافة الجهات، وبالأخص يمكن الجمارك، الجوازات، شركة مطار البحرين، الطيران المدني، اللي هم لهم دور مهم في تشغيل المطار. طبعا احنا اجتمعنا عدة اجتماعات خلال الفترة اللي راحت، وأيضا مستمرين باجتماعاتنا عشان تأكد أن كل الجهات العاملة داخل المطار مستعدة حق يوم التشغيل، هو اليوم الأول ما يكون في مشاكل تشغيلية. الكثير من الأمور هذه حدثت في مطارات أخرى أدت إلى تأخير تشغيل المطارات، لذلك سموه كان بيتأكد أن احنا بادين من وقت، أن احنا جميع ما نبي مفاجآت خلال فترة التشغيل، وإن شاء الله بإذن الله مع تكاتف جميع الجهات إن شاء الله راح نكون قادرين على تشغيله حسب الخطة المحددة. نعم إن شاء الله. سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.